استفادوا على المستوى الشخصي. الحاجه الثالثه النادي الاهلي والانديه اللي عارض هؤلاء اللاعبين استفاد بشكل كبير، والمستوى الفني هناك زياده. ما فيش كلام. انت لما تيجي تطمن على واحد من ولاد النادي الاهلي اللي موجودين في الدوري السعودي، كابتن حسين السيد المعار لنادي الاتفاق السعودي. كابتن حسين مساء الفل عليك، برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. تحياتي وتحيات الكابتن عادل عبد الرحمن وطبعا الاستاذ عصام سالم. عبد الرحمن كمان والاستاذ عصام سالم ناقدنا الرياضي الكبير. مين؟ والاستاذ عصام سالم ناقدنا الرياضي الكبير. الزهره كابتن عصام. كابتن عادل يا سحس، اللي فضل لك كبير بعد ربنا طبعا. الله يخليك يا سحس. اولا طمنا عليك، متالق ومتواجد من اللحظه الاولى لانتقالك للدوري السعودي على سبيل الاعاره. والله الحمد لله، الواحد في نادي كويس يعني، ناس محترمه هنا ما بيأثروش اي حاجه بصراحه، وربنا كرمنا. لعبنا اربع ماتشات خدنا فيهم 10 نقط والحمد لله يعني الدنيا ماشيه كويس هنا، وربنا كملنا على خير ان شاء الله. لا يا كابتن حسين، انا عايز اسالك بالتحديد عن الدقيقه 85 في مباراه الاتفاق والقادسيه اللي كانت امبارح، ايه اللي حصل فيها؟ في ايه بالظبط؟ ماتش الاتفاق والقادسيه في الدقيقه 85. تمام. ايه اللي حصل في الدقيقه دي؟ لا خلي بالك الاستاذ عصام متابع كويس. مش متابع كويس يعني؟ طبعا ما انا خدت بالي. صناعه الجون بقى ولا بقى حسم الماتش في صناعه الجون واللي حسم. لا كان جون، جون المكسب طبعا. بس والله يعني والله كانت اهم حاجه عندنا الثلاث نقط، لان كنا في فصل موقف الجول على طول على الشاشه زي الديربي بالنسبه لهم هناك، القادسيه والاستفاده، فكان ماتش مهم يعني. فالحمد لله يعني ربنا كرمنا وقدرنا ثلاث نقط نلعبهم يعني، الحمد لله كابتن. الحمد لله طبعا. لكن قول لي بقى اللي انت بتشوفه بقى، ايه الاختلاف من الدوري المصري والدوري السعودي؟ بتتاقلم ازاي بسرعه على الاداء وانت لعيب كبير رايح من النادي الاهلي ولعيب العين عليك، فالظهور الرائع بهذا الشكل وبهذه السرعه؟ ايه يا زهير؟ الفرق بين الدوري السعودي والدوري المصري وانت بتخوض تجربه مميزه، وجودك بهذه الشكل والثقة في الدوري السعودي، ايه اللي بيساعدك على انك تأدي بهذا الشكل وبهذا الأداء في الدوري السعودي؟ والله ما فيش يعني، الواحد يعني هنا الواحد بيلعب بأريحية، واحد يعني هنا بيلعب مبسوط وهو بيلعب هنا، والدنيا كويسة، الملاعب كويسة جدا، الجمهور موجود دايما في أي وقت موجود، كل يعني كل حاجة هنا كويسة والله الصراحة. حتى كابتن عادل عبد الرحمن كان موجود هنا سنين كتير، وكابتن عادل عبد الرحمن عارف كل حاجة طبعا هنا، الدنيا ماشية ازاي ونظام ملاعب كل حاجة. يا حسين اتفضل يا كابتن. أولا خلي بالك أنت في نادي كبير قوي، نادي الاتفاق نادي كبير. حتى رئيس النادي المهندس خالد الدبل ده من الناس، أولا شاب صغير من الناس المحترمة جدا اللي بيحب نادي الاتفاق، اللي بيصرف على نادي الاتفاق كويس. عند نادي الاتفاق ليه جمهور كبير في المنطقه الشرقيه. المنطقه الشرقيه واكبر نادي في المنطقه الشرقيه. اكبر نادي في ليه سوالات يعني. ده حقيقه يا كابتن. يعني انا والله يا كابتن مهندس خالد ما بيأثرش معانا خالص يعني، حتى بعد الماتش كان جدا امبارح. حضرتك كابتن عادل عاش كابتن دوري الاتفاق مكان واحد بيقولهم ديربي طبعا، فكان مبسوط جدا بالماتش ده. ايوه طبعا ده ديربي القادسيه والاتفاق ديربي. ديربي كبير يعني. خمس سنين ما كسبوش القادسية على ملعبهم على ما اعتقد يعني. ايوه صح. فوز مهندس خالد بقاله 3 سنين، فمفروض ان هو يكسب ويعمل ارقام كويسه طبعا، في حاجه دي تبسطه وهو مبسوط جدا يعني. كان امبارح بعد الماتش فرحان جدا يعني. وخلي بالك لا يعني، يعني انا يمكن متابع حتى المدرب بتاعك سعد الشهري ده من اصدقاء المقربين جدا يعني. خلي بالك ده مدرب يعني. الكابتن بيقول لك ان هو موصي عليك من الاخر يعني. لا لا مفيش توصيه. هو سعد الشهري كابتن عادل، كابتن عادل كان دايما كان ماسك، كنت معاه 5 سنين، كان دايما يقول لي انت تحت تكلفه مصر مش دلوقتي. كان دايما يقول لي كده والله، كان يعني دي فضل كبير عليا. كان كنت انا كنت امشي في النادي كنت ماشي من الاهلي كابتن ايهاب، انا كنت ماشي كابتن عادل بعد يعني بعد ربنا ولا قعدت في النادي. انا متابع معاك طبعا يا كابتن حسين، وموجود في كل ظروفك في النادي الاهلي، حتى من الخروج للنادي الاهلي والعوده مره اخرى. بالك هو كان بيلعب هو وايمن اشرف في مكان واحد. كانوا الاثنين بيلعبوا باك ليفت. حسين السيد كان لسه برضو جسمه زي ما هو. فكان الفكره انه هل هيطول ولا مش هيطول. بس احنا كنا فاهمين انه
مهاره حسين مهاري جدا يعني. حسين عاوز اقول لك حاجه، كون انه بيلعب ورا في حته الباك يعني ممكن كمان يأدي لك الافضل كمان في الحته الاماميه، ولكن في الاخر لما بيجي من تحت فاحنا كنا متاكدين تماما ان شاء الله ان هو يبقى لعيب كبير يعني. انا كنت دايما بحط واحد في الاثنين، ايمن، وكان بالزبط. ايمن اقوى بدنيا شويه، فانا كنت اقول لحسين، اقول له دايما اقول له انا ايمن هيلعب النهارده وهيلعب بكره، وانت هتبقى من اللعيبه بتاعه الفريق الاول بالنادي الاهلي بعد 3 4 سنين. ده حقيقه والله. طبعا حقيقه طبعا. اتفضل يا كابتن. الكابتن عادل والله يعني انا محظوظ ان الكابتن موجود مع حضرتك والله على قد ما اقدر اتحمل يعني، وبعد ربنا طبعا ليه فضل كبير جدا جدا جدا. انت معروف يا كابتن حسين من اللعيبه الرجاله واللعيبه اللي بتقدر المواقف، وخلينا اتكلم معاك بصراحه، اكيد الفتره الاخيره في النادي الاهلي كان عليك ضغوط، موجود علي معلول، موجود صبري رحيل، جالك ايمن اشرف، واللعيبه كلها كويسه وانت لعيب كويس، منافسه كبيره قوي والماتشات مضغوطه بشكل كبير جدا. عشان كده اول ما اتكلمت معاك قلت لي انا بلعب هنا بارتياحيه شويه، وجود الجمهور والملاعب، حسيت ان انت كنت مضغوط قبل ما تمشي، وده امر واقع جدا في ظل التنافس الكبير. لا هو انا يعني كان معايا علي وصبري ودلوقتي ايمن في مكان واحد، احنا كتير يعني، وفي الاول في الاخر واحد هيلعب وواحد بيبقى احتياطي يعني. بالظبط. فالدنيا كانت صعبه يعني، فكنت بحب ان انا اطلع حتى لو ما كانش ليا نصيب في ان انا ابقى، كنت حابب ان انا اطلع حتى لو في مصر. ان انا العب يعني، حتى قعدت في النادي الاهلي طبعا عارف وكده، بس طبعا انا عايز العب يعني. اروح اي مكان بس العب، متواجد ابقى ليا دور في اي مكان، لكن اقعد يبقى ليا دور قليل جدا في السنه كلها العب ماتشين ثلاثه. ف لا طبعا كنت حابب اني اطلع طبعا، واي حد من كان او اي لعيبه يتمنى ان هو بيلعب حتى لو في اي مكان. بالظبط. استاذ عصام مع حضرتك. يا كابتن حسين، اللي طبعا احنا كلنا سعداء بتجربه احتراف اللاعبين المصريين في الدوري السعودي، انا دايما اقول ان ده اقوى دور عربي يعني جماهيريا واعلاميا وتسويقيا وامور كلنا عارفينها يعني. لكن انا بسالك انت شخصيا كلاعب مصري كنا بنعتز بيه، تقييمك ايه لتجربه اللاعبين المصريين في الدوري السعودي السنه دي؟ لا والله دي تجربه مفيده جدا يعني، وتجربه قويه جدا، واللاعبين الاهلي كلها اللي بتطلع في السعوديه يعني بيثبتوا نفسهم يعني، بيبقى مع يبقى اساسهم معروف هم صغيرين، فبييجوا هنا بيعملوا الفرق يعني. طبعا فالدوري هنا قوي جدا، واللعيبه بتستفاد خبرات، بتستفاد لعب اكتر، حتى بيبقى مكسب للنادي في النادي يعني، لما في ثلاث اربع لعيبه بيلعبوا بصفه اساسيه قدام النادي كده يحتاجهم. طمنا على احمد الشيخ، لاننا احنا مش يعني مش شايفينه الفتره اللي فاتت. لا لا لا، احمد موجود وبيلعب بصفه اساسيه. احمد الماتش اللي فات اللي قبله كان هو اللي كسبنا، جاب جون المكسب. بالظبط. وموجود والمدرب بيحبه جدا، والاحمد ليه دور كبير في الفرقه طبعا. بس الماتش الاخير يا حسين ما لعبش خالص، كان احتياطي. عشان كده بقول له طمنا. لا لا لا، الماتش اللي قبله كان لاعب، والماتش اللي قبله كان جاب جون يعني. المكسب. عموما بنتمنى لكم اللي جاي اكسب. هو ده بقى اللي جاي افضل لكم كلكم، بنتمنى لكم التوفيق. لكن حسين اكيد يعني ما اعرفش يعني بعد وجودك في الدوري السعودي تبقى برضو ان شاء الله بعد الاعاره ما بتنتهي عندك الرغبه انك ترجع تاني في نفس المنافسه اللي هي اكيد هتبقى اشد في النادي الاهلي، ولا لو النادي الاتفاق حب يكمل معاك فتره برضو على سبيل الاعاره اكتر ساعتها هتفضل ايه؟ لا انا 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 لسه انا لسه انا قدامي سنه في نادي الاتفاق، انا قعدت سنه ونص. تمام. يعني انت قدامي سنه. انت لسه المشوار لسه طويل لسه. بالظبط. فالواحد يعني الحمد لله وربنا يكملنا على خير ان شاء الله. انت من اللعيبه المجتهده وبنتمنى لك التوفيق، وزي ما قال لك الكابتن عادل دورك ومكانك جاي جاي ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي، ربنا يخليك. حبيبي يا كابتن، حبيبي يا كابتن، بالتوفيق. كابتن عادل له تجربه في، احنا كنا في الخليج ومتابعين نجاحاته التدريبيه، كانت العلامه البارزه بالنسبه لنا كانت نادي الاتحاد.